اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله السيشن تبعنا رح يكون كله عن النورمال ابدومن اناتومي. رح نحكي اول شيء عن البيسك اناتوميكال ستراكشرز اللي موجودين في الابدومن، يعني تو ريفرش يور ميموري وذ اناتومي. وبعدين ان شاء الله رح نحكي عن الراديوغراف، ورح نحكي عن السي تي، وبعدين وي ويل بروسيد تو سكرولينج تو سي تيز، واحده مع واحدة بس intravenous contrast، واحدة intravenous oral contrast. رح نحكي عن contrast أكثر إن شاء الله بس شيء. تمام. Let's continue. خلصنا يوم الأربعاء هذا ال introduction مع ال neuro imaging. خلصنا يوم الخميس والجمعة ال chest X-ray normality normal مع abnormalities. واليوم إن شاء الله رح نحكي عن ال abdomen وال pelvis. This is the reference for those of you who are new. The reference that I use most of the pictures, I used most of the pictures from. Okay. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Before we proceed la radiograph with CT, I would like to make a slight clarification, and that is, إنه راح ضلكم تسمعوا عن الأشياء الموجودة بالابدومن. ورح ضلكم تطلعوا على الطابق وتشوفوا صور يمكن ما تفهموا اغلبها. You might scroll with me now the CT, you answer all the questions, but when you get to the floors you might not know half of what you've known مع الاورينتيشن اللي هلا. It's normal, I still persist until now in بضيع احيانا بقطع الصوت. If you have the clinical physicians جدا هذا اوكي هيك احسن؟ هيك احسن. احسن فرح؟ كنت عم بحكي انه if you added the guidance من حدا اكبر منكم يكون موجود عندكم وانتم بتقرأوا الصوره مع النولج اللي انتم عندكم كبيز لاين ومع يعني concurrent ودائما دائما يعني future attempts انكم تشوفوا فيديوهات للراديولوجي حتحسوا حالكم you're progressing very much more. يعني انا لحد هاي اللحظه عم بشوف فيديوهات اكثر how to read abdomen CT, how to read chest X-ray. حتى على سبيل ال chest X-ray I see multiple videos talking about the same thing ولسه في عندي بعض الأشياء الصغيرة اللي ممكن أنا ما أقدر أشوفها وقت ما أطلع الطابق. But you have to know the basic things now with me. مش مطلوب منكم تقرأوا كثير radiographs، مطلوب هلا إنكم تعرفوا ال basic things and not to miss certain pathologies that should be until up to your level well known and recognized. تمام. ففي عندنا إشي اسمه الأكيوت أبدومينال سيريز، يعني لما كنت أنا بالمناوبة كان يجي مرضى نطلب منهم يكون عندهم أكيوت أبدومين وجع بطنهم. في إشي اسمه أكيوت أبدومينال سيريز، يعني في ثلاث صور basic three pictures أو basic three radiographs I always order for each patient that comes to me with acute abdomen. وهاي الاشياء انا تعلمتها لما كنت بالمناوبات وصرت لمثلا الدكتور مثلا اخذ من البيشنت الهيستوري او استلم البيشنت اكون على طول يعني الدكتور يحكي شو صار احكي للدكتور طلبت له هاي الصور. ف اتس جود فور يو تو نو ايش الصور اللي بنطلبهم بالمستشفى للاكيوت ابدومن وجنرالي ايش الصور اللي الناس بتطلبها بالمستشفيات للاكيوت ابدومن. فليتس ستارت وذ ذا بيسك ثينج. اول شيء بنطلبه ابدومن سوباين او ابدومن اي بي، احنا بنطلبها بالعاده سوباين ابدومن. ايش بتكون الصوره؟ بتكون الصوره انه البيشنت بتمدد و يعني المسافه عند التكنيشن هاي الشغله، يعني المسافه بين الكاسيت وال ومحل ما يعطوا الاكس راي بتكون متر تقريبا. هلا هاي الصوره بسموها السكاوت فين، او احنا فانتم ممكن تسمعوا كلمه سكاوت او ممكن تلاقوا كلمه خاصه الملفات اللي بعض الملفات من المستشفيات ممكن تكون كاتبين مش سوباين يكون كاتبين سكاوت. فسكاوت هو الكشافة. إحنا بالعادة إذا بدنا أي pathologies بالأبدومن أول إشي بنستخدمه أو إشي بنطلع عليه هو supine abdomen، لأنه بتفرجينا calcifications إذا في organomegalies إذا في أي abnormal pattern إذا في dilated bowel loops. فأول صورة بنلجأ إلها عشان نكتشف إيش عند المريض هي supine abdomen. تمام؟ فالمريض بتصور هنا مع ظهره والاكس رايز بتيجي على ظهره وبتصور فرونتال، فهاي اسمها السكاوت. The second one is the prone. هلا احنا بنعرف انه في structures posterior in the abdomen زي اللارج باول، ف
فاللارج باول الغاز اللي بيبين فيها ممكن يصير احسن. You can visualize the large bowel better اذا نيمت المريض على ظهره وخليت الغاز اللي في البول تطلع لفوق، فصار الشدو تبع اللارج باول احسن. The prone is to show the large bowel better. هلا احيانا المريض ممكن يكون احنا مش قادرين انه نايمه على بطنه، ممكن تكون مريضه pregnant، مريض obese، مريض عنده shortness of breath. اذا نايمته prone رح يزيد الموضوع، رح يصير الموضوع كثير سيء عليه. فاحيانا اذا المريض مش قادر ينام prone، عشان نطلع الغاز الموجود بنصوره شيء اسمه lateral rectum view. It's not that famous عندنا، بس you might benefit of knowing that في عندنا view اسمه lateral rectum view. وزي ما انتم شايفين الفرق ما بين البرون واللاترال ريكتم، انه اللاترال ريكتم محل الصوره بيجي زي بناخذ ساجيتال سكشن، يعني هذه ساجيتال البيشنت كانه سموه بالنص. فالجازز اللي مبينه بالريكتو سيجمويد، هذا السيجمويد وهذا الريكتم، فالجازز ان الريكتم مبينين بشكل واضح على هذا الفيو. This is a substitute للبرون بوزيشن. ثالث صوره بنصورها هي الابدومين إريكت. الابدومين إريكت هدفنا انه نرفع الغازز لفوق، يصير في عندي فلويد، اير فلويد ليفلز، نشوف اذا في عندي اير فلويد ليفلز. فالابدومين إريكت هدفها الاساسي انه تفرجيني اذا في عندي اي اير فلويد ليفلز انديكاتيف اوف اوبستراكشن، او اذا في عندي اير اندر دايافرام ذات از انديكاتيف اوف بيرفوريشن، لا الفيسرال بيرفوريشن مثلا زي البيبتيك ألسر بيرفوريشن. هلا اذا انا بدي اشوف شيء مينتين باي جرافيتي بس مش قادر اني انا اصور البيشنت إريكت، يعني مش قادر اوقف البيشنت ويتصور لانه وجع بطن بوجعه، ممكن اي مينتين الجرافيتي باني اصوره شيء اسمه ليفت لاترال ديكيوبتس. يعني المريض بيكون نايم على شماله، المريض هون نايم على شماله، وبيجي بنصور المريض، ما بنصوره من فوق زي lateral rectum view، بنصوره من قدام. فأي air موجود جوا ال موجود جوا الابدومين بيطلع للسايد تبعه للرايت سايد. فهنا we have a thin line, thin fat line، هذا normal. But when I proceed لا other pathologies ممكن يجمع فيها الاير اللي رح نشوفها ان شاء الله بكره على خير، اللي هو الاير اندر دايفرام نحكي، او الانترا بيريتونيال اير اللي هو المفروض ما يكون نورمالي فيزبل. فشفتوا الفرق ما بين انا بصور المريض هون على السايد، both patients هون نايمين على السايد، بس باللاترال ريكتم انا بصوره من فوق، باللاترال ديكيوبيتس انا بصوره لاترال ريكتم بصوره من فوق، واللفت لاترال ديكيوبيتس انا بصوره من قدام. فهذه بتبين زي كانه فرونتال سكشن او نحكي كورونال يعني فيو، او بينما اللاترال ريكتم بصوره زي كانه البيشنت بيطلع عنده ساجيتال سكشن. هلا اخر صوره بدي اياها بالاكيوت ابدومين هي التشست بي اي. هو كان تيل مي ايش السيجنيفيكانس، الكلينيكال سيجنيفيكانس تبعت التشست بي اي بمريض عنده اكيوت ابدومين؟ ممكن inferior MI. Yes. Other causes. ممكن تكون lower lobe pneumonia كمان. Yes, exactly. So if we had a patient with abdomen خاصة إذا كان epigastric pain، ممكن كمان أشك إنه في lung pathologies أو cardiac pathologies ممكن تبين عندي في الimaging. فعشان هيك I rule them out effectively by يعني taking a chest PA for the patient. Another thing إنه بالchest PA الديافرامز بتبين أحسن. إذا في عندي air under diaphragm أو أي إشي بيبين أحسن. يعني أنتوا حتشوفوا إن شاء الله بعض الchest بعض الابدومين abdomen erect فعلياً بيوقف الصورة، بتوقف لعند نص الديافرامز، يعني الكرورة اللي هم هدول ال يعني ال شو بسموهم شكل الديافرام الهلالي، هذا ما بيكون واضح، ما بيكون اصلا مبين، بس يعني ما بيكون اصلا واصلت له الاكس راي. فبنصور تشست بي اي عشان نشوف other pathologies, ruling out other pathologies، وعشان بنفس الوقت نشوف الاير اندر ديافرام بشكل اوضح. تمام. فاز يو كان سي التشست اللي بنطلبها للمريض PA، بينما الابدومين اللي بنطلبها للمريض AP، عشان هون
احسن انه نشوف الستركتشرز الموجوده هون بان نصور المريض اي بي، بينما التست بس بدنا منها انه يطلع حجم الهارت طبيعي ونشوف الدايفرام. فبي يعني مش كثير سيجنيفيكانت انه احنا نصور المريض والله تشست اي بي مثلا. اوكي ف ناو وي ويل توك اباوت سؤال بس سوري شور Yes. حكيتي بالبداية إنه we have three basic radiographs that we ordered for a patient coming with acute yeah. abdomen. آه صح. بس حكيتي خمسة. فأي واحدة أنا شو ثلاثة اللي إحنا نطلبهم؟ Yes. هلا substitutes ما تطلبيها. تطلبي ال ولا حتى غالبا ما بطلب البرون. إحنا بنطلب بالجامعة chest PA, abdomen AP, abdomen AP erect و abdomen AP supine. هدول الصور الثلاثة هم اللي بنطلبهم بالطوارئ. Okay. تمام. Thank you. تمام. Thank you for reminding me. أنا كنت على أساس بيحكيها آخر شيء. فآخر شيء يعني بس نخلصهم هدول قبل anatomy. فgood that you reminded me. شكرا كثير يا فرح. Okay. Let's proceed now to basic anatomy. أنتوا عارفين إنه الabdominal wall فيه أكتر من layer. We have the skin first. بعدين superficial fascia. الكامبر بالأول إذا حبيتوا دائما تربطوها إنه superficial fascia في إلها two layers fatty layer membranous layer. فالفاتي layer قبل الممبرانس layer تيجي يعني لما أعمل الانسجن. فإذا حبيتوا تتذكروها تذكروا إنه السكاوت بنطلبها بالأول scouts go camping فالكامبر بالأول فأول شيء كامبر وأول شيء سكاوت ف good for you to link this is how I linked it. فكامبرز فاشيا قبل السكارتس فاشيا اثنين جزء من superficial fascia because جرام ويعني تستحق تسجن عليها إذا حكيت إنه في بالأبدومين ديب فاشيا ممنوع تحكوا وخاصة بالجايني يعني لما الجايني يسألوكم عن اللايرز تبعون الانسجن تبع الـ يعني هذا شو اسمها السي سكشن ممنوع تحكي إنه في ديب فاشيا هذا إجرام يعني فا we have skin superficial fascia بعدين يبلشوا عندي layers of the muscles external oblique اللي هي رح نشوفهم أكثر للmuscles external oblique, internal oblique transversus abdominis transversalis fascia وفي عندكم embedded بالنص rectus abdominis transversus abdominis transversalis fascia زي ما بنعرف إنه بتوقف عند منطقة معينة تحت line we will get to وبعدين بيجي extraperitoneal fascia قبل ما نبلش ندخل على الفيسرال بارايتال بيريتونيوم وبعدين الفيسرا اللي جوا تمام فاذا هون شفنا هدول هم المسلز بكروس سكشن اللايرز بكروس سكشن ذا سكن ذا سوبرفيشال فاشيا بعدين بيجوا المسلز وبتنفصل الانترنال اوبليك انتيرير اند بوستيرير تو ذا ريكتس ابدومينس بعدين عندي ترانسفيرس ابدومينس ترانسفيرس فاشيا بعدين اللي هم الـ other layers اللي موجودين إذا رجعنا لـ quadrants right hypochondrium left hypochondrium you know them better than me into أقرب إلي من surgery وإف we split it into quadrants الـ quadrants هدول بتقسموا من عند above يعني above the اللي نحكي إنه يعني نحكي إنه نفصل الأبدومن بطريقة صح مفروض إنه من الزيف استيرنم للبيوبك سينفسيز بقسم بالنص يعني مش مثلاً أمبلايكس مش أمبلايكس لا مفروض إنه من الزيف استيرنم للبيوبك سينفسيز بالنص هو يكون الفاصل بالكوادرنت ف you know these better than me you remember them better than me هلا زي ما أنتوا شايفين الاكسترنال اوبليك اللي بتنزل من فوق لتحت الانترنال اوبليك اللي بتطلع من تحت لفوق تمينجلز مع الترانسفيرسس ابدومينس عشان تعمل الاكسترنال انجوينال رينج الترانسفيرسالس فاشيا طبعا توقف عند الارك ويت لاين اللي بعدها سوري قصدي ريكتس شيث اللي هو بعدها او لا صح ترانسفيرسالس فاشيا مش ترانسفيرسالس فاشيا اللي توقف ريكتس شيث اللي البوستيريور ريكتس شيت سوري اللي هي مكونه من الانترنال اوبليك وترانسفيرسالس هي اللي بتوقف فبتصير مكشوفه ترانسفيرسالس فاشيا اكثر ام فيري سوري اي هاف تو كوركت ذس ف ترانسفيرسالس فاشيا بتصير معرضه اكثر انه يصير فيها بنتريشن او لنحكي اللي بنسميه احنا بالجي اي اللي هو الهيرنيا ف
below the arcuate line بتصير الابدومن weaker. The chances of getting a hernia بصير أزود. فعشان هيك we have a certain hernia that occurs in most commonly at this site or most commonly عند linea similionaris اللي هي هذا الخط اللي بيكون زي هيك اللي بيغلف الrectus sheath من الجهتين اللي هي السبيجيريان هيرنيا. رح نشوفها أكثر لقدام إن شاء الله. فمسلز as you can see external oblique, internal oblique, rectus abdominis وبعدين transversus abdominis وراها. As we can see here, this section is above the arcuate line. This section is below the arcuate line. And as you can see, the transversalis fascia, transversus abdominis, بتبطل تغلف rectus sheath من تحت. بتصير بس تيجي من قدام anteriorly. فبصير في weakened posterior, يعني posterior part للrectus sheath أو posterior wall للrectus sheath, للrectus abdominis, sorry. أو الrectus sheath بنحكي in better terms بتصير أضعف. فعشان هيك this is the most common site for herniation of a small bowel اللي هم بيحكوا لها spigelian hernias. This is an overview of the different types of hernias. نتعرف incisional hernia around the incidence, femoral hernias, inguinal hernias, هاي spigelian hernia as you can see. مثلاً epigastric hernia الشيء اللي يميزها أحيانا بسألكم إنه what's the special thing about epigastric hernia يقولهم إنه والله هاي most common يكون فيها fat rather than إنه يكون عندي فيها bowel مثلاً. Okay, in general we proceed into the viscera للstructures اللي جوا للorgans اللي جوا. We have multiple organs, again you know them better than me لإنكم أنتوا أقرب للسيرجري مني. The liver, the stomach, the bowel in general, the pancreas, the relations, and no, most commonly the transverse colon, مثلا بيعدي بال second part of the duodenum, إنه والله السبلين ما بيعبر بعد ال 12th trip, and so on. We will talk about these more. بس هلا خلينا نحكي عن أشياء معينة بتأثر لي كتير على الصور اللي إحنا بنشوفها بالطابق. We have certain structures that I might find بمكان مش متعود عليه. ليش؟ لأنهم intraperitoneal. The intraperitoneal organs that we know, مثلا small bowel, transverse colon, these structures or these organs, أو مثلا stomach كمان, these structures are lined by parietal, يعني parietal peritoneum, غلف البريتونيوم من برا, غلف الأبدومين من برا, بعدين غسل البريتونيوم, covered them and let them swim loosely, وعطاهم من خلال الميزنتري blood supply. فهلأ صار بقدر يتحركوا freely. فأنا ممكن مثلا أشوف عند مريض الترانسفيرس كولون وصل لهون, and I've seen it. الترانسفيرس كولون كان فوق كان ميل يعني. الترانسفيرس كولون كان السكشن تبعه بيخلص وبعدين بيبلش معي اليورينري بلدر على طول. ف from a patient to patient ال intraperitoneal organs are unpredictable من ناحية السايت. ف these are the main intraperitoneal organs. هلا في عندي أشياء retroperitoneal أو extraperitoneal. We have two types of things that are extraperitoneal. في أشياء أصلاً برا البريتونيوم يعني لا يشمل هالبريتونيوم, وفي أشياء usually كانت قبل big development كانت intraperitoneal, then during development of the fetus they got adhered to the parietal peritoneum فصاروا ما بقدروا يتحركوا من هم. هاي الأشياء اللي صارت كانت intraperitoneal وصارت during the child development أو the baby's development بخلال مكان fetus retroperitoneal هي الدوودنم, الأسندين كولون والديسندين كولون. These structures were intraperitoneal بس مع development لما انولد صارت retroperitoneal. We have things that are primary retroperitoneal أو extraperitoneal زي الكيدنيز, زي الأيورتا, زي الفيسلز, الميجر فيسلز اللي بتعبر بالposterior part, و
we have things بيقولوا لها يعني sub peritoneal و pre peritoneal. Pre peritoneal يعني قدام البريتونيوم, sub peritoneal يعني تحته. ف as you know في عندي peritoneum بغلف superior part من ال من ال من ال bladder, وبعدين بنزل ب urethro يعني sorry vesico يعني شو بسموها uterine vesicle pouch و douglas pouch من ورا. فهذا مثلا الريليشن بتهمني كتير لما احكي عن الاطفال اللي انا باخذ منهم عينه البول. انتوا هلا ان شاء الله راح تبلشوا تداوموا لقدام اطفال على خير, راح تعرفوا انه البيبي صعب كتير انه نحط له فوليز او انه نحط له نجمع له بباج يورين, يعني كتير صعب التعامل معه. فبعض الناس عشان البيبيز ممكن يصير عندهم يو تي اي بيلجأوا لشيء اسمه سوبرابيوبيك اسبيريشن. سوبرابيوبيك اسبيريشن يعني بيجوا بيدخلوا بالنيدل فوق البيوبيك بون وبيجوا بيعملوا اسبيريشن على البلادر. ليش؟ لانه احنا بنعرف انه البلادر يورينري بلادر المفروض تكون ستيرايل, ما فيها اي بكتيريا جروث. فالسوبرابيوبيك اسبيريشن اذا كان في اتليست حتى لو 1 تو 2 بكتيريا, بحكي انه هذا البيشنت عنده هذا البيبي عنده يو تي اي بيكوز نورمالي urinary bladder should be sterile of bacteria وما فيها bacterial growth. So this is the most sensitive يعني test for identifying UTI in children. بس احنا بنخاف دائما انه يكون في chance of peritoneal perforation, فبنقول للأم انه خلي البيبي قد ما تقدر يحسي البلادر لما تكون filled خلينا نسحب منها عشان ما نخزق البريتونيوم. تمام. These are the retroperitoneal organs. As you can see, this is an overview of them. This is a very high yield picture. في بعض الأشياء اللي بيحبوا يسألوها بالجراحة, زي مثلا what is the first branch of the celiac trunk. أنا عم بحكيكم هلا عن بعض الأشياء اللي هي موجودة بالصورة. هلا الميجر ترانكس اللي راح to identify them بالصور هم الcelic trunk, superior mesenteric, inferior mesenteric إذا شفنا, والrenal arteries. فإحنا يعني دائما كنا متذكرين إنه ال L2 ما بيعنينا كجي آي, بينما T12, L1, L3 كنا we used to always skip L2 لأنه renal arteries وgonadal arteries, ف it's not of our business في الجي آي. بس الإشي الوحيد significant تبعهم إنهم لما يتفرعوا يمين وشمال بيجي superior mesenteric قدامهم. ف we have the celiac trunk. إيش أهم إشي نعرفه منه؟ إنه the first branch مش عم بحكي عن divisions, the first branch they always ask about it when رحنا بالسيرجري, they always ask about it what is the first branch to come from the celiac trunk, the answer is always the left gastric artery. هذا دائما السؤال موجود, دائما بحبوا يسألوا. ثانيا بحبوا يسألوا عن أشياء معينة زي إنه proper hepatic مثلا من وين طالع, اللي هو proper hepatic artery. We mean common hepatic ممكن يكون عن أصلاً عن hepatic artery, أو أحياناً بيحكوا إنه والله إحنا لا بنحب إنه يحكوا عن proper hepatic artery. Anyhow, إحنا بنعرف إنه celiac artery it splits into the tortuous splenic artery and the hepatic artery. لما بنزل على L1 superior mesenteric artery بيغذي لي ال small bowel and the ascending colon up to the two thirds of the transverse colon, وينتهي جزء منه اللي هو بالإليوكوليك artery اللي بيعطيني appendicular artery للأبندكس. Inferior mesenteric artery we know that it only ends at the superior يعني superior rectum, إنه بتبلش السبلاي من مكان تاني للميدل والإنفيريور rectum. بصراحة I really did search for that من وقت, بس I forgot if someone can remind me إذا الإنترنال ولا الإكسترنال إيليك أرتريز مين فيهم اللي بيعطي. أنا أشك أنا إنه الإنترنال إيليك مين اللي بيعطي الميدل والإنفيريور ريكتال أرتري مع الـ أنس. الإنترنال I think الإنترنال That's what I remember. The internal iliac هو اللي بيعطي. Anyhow, وبعدين على L4 ببلش الـ split لـ common iliac arteries قبل ما further splitting لـ internal iliac, internal iliac للـ pelvic وبيغذي الـ pelvic إجمالا, والـ external iliac رح يتحول بعد الانجوانا ligament لـ femoral artery. Okay.
This is the left gastric artery اللي أهم شيء حكينا عنه. وهنا بنزل الإليوكوليك أوتري اللي بيفرع وبيعطي appendicular or ileal branches, cecal branches, وبنزل جزء منه بيعطي appendicular artery لل vermiform appendix. في ناس تحب, في ناس من السيرجري, وأعتقد من ضمنهم دكتور رائد الطاهر بتذكر كان يحكوا إنه ما تحكوا بس appendix, احكوا vermiform appendix أو pampiniform. لا فهمتني فهم إشي تاني. المهم إنه كان يحكي إنه إحكوا عن appendix, vermiform appendix مش appendix بس, لأنه في other appendices بس مش هاد المنطقة تبعها. ف blood supply of the kidneys, what I really really want you to stress on هو هاي relation, relation تبعت ال superior mesenteric as we enter the kidneys, و relation تبعت ال kidney hilum itself. يعني دائما I want to protect, دائما in the body I want to protect the most important vital things too that I have. فإحنا لما أخذنا بالchest أخذنا ال 5 vessel level, حكينا إنه the posterior part كان ال arteries وال anterior part كان ال brachiocephalic veins on both sides ولا الاسترنم على طول. عشان هيك نفس الشيء بصير بالكيدنيز. أول إشي anterior هو اليوريترز, بعديها posterior اللي بيجي الرينال veins, بعدين the most هو الرينال arteries. فwe all know اللي هي بسموها titanic relation, we all know that the superior mesenteric artery بيجي قدام the left renal vein, and we all know that the gonadal veins واحد منهم بيرجع على left على left اللي هو left gonadal, بينما right gonadal بيكون ovarian بالwomen وبيكون testicular بالmen. Okay, so this is the venous drainage. أهم شيء بالنسبة لنا نتذكره هو إنه في عندي splenic vein بيلتقي مع superior mesenteric عشان يعمل لي portal vein. Okay, we have certain muscles that we will be able to identify, and since إنكم عم تقربوا كمان على الأورثو, من في منكم ممكن يبلش أورثو, حلو إنه نرجع نذكركم بأهم الأشياء. If you remember, we have the psoas major muscle. بتلتقي مع الإلياكس muscle عشان تعمل لي الأيو psoas muscle. وعندي الكوادريتس لامبورم اللي بتكون وراها. We have gluteus maximus. We will be able to identify as well gluteus maximus, medius and minimus. هدول مش كتير مهمين بصراحة. يعني بيهمني هدول اللي هم هدول بتحكموا بالجيت mainly. وإذا البيشنت مثلا بطلع درج أو بنزل درج وهكذا. Okay, we have certain structures. If we go to the pelvis, bil male, we will be able to identify the seminal vesicles behind the bladder. This is a posterior anterior. فأنا بطلع على البلدر من posteriorly. We have the seminal vesicles. بعدين في عندي the prostate بتكون محيطة باليوريثرا. We can be able to identify it. وهاي مهمة لكم كتير اللي منكم رح يبلش subsurgery. اللي هم السبسجر حيكونوا راديو يورو اي ام تي اند اوفثالمو ان شاء الله على خير. It's good for you to identify لانه في عندنا باثولوجي اسمها بقولها داعي بالعمليات اللي بلادر اوتلت اوبستراكت. The most common cause بالمن هو ال benign prostatic hypertrophy او البروستات سي, بس اكثر شيء benign prostatic hypertrophy. This is a very good thing for you to know. وكتير بيحبوا إنهم يكونوا طلاب متذكرين الريليشنز, والله إنه اليوريتر الفاز ديفرنس بيجي أنتيريور لليوريترز وبعرفش في ووتر أوفر ذا بريدج. وعم بحاول أتذكر يعني أشياء معينة إنه الجونادل بيسز واليوريترز في إلهم ريليشن اسمه ووتر أندر ذا بريدج, فمش عارفة هو اليوريتر بنزل فوق الجونادل أو شيء زي هيك يعني. ف these are the relations اللي بيحبوا باليورو يسألكم عنها. بالنسبة للفيميل اللي كانوا معي بالانترودكتوري كنت أطلع معهم نشوف أبدومن سي تي, بيعرفوا إنه أنا كنت كتير أحب أخليهم يشوفوا منظر اليوترس على السي تي عشان في كتير patients قدرنا
قبل ما كنا بنعرف احيانا كنا راندوملي نشوف صورهم، ففي كثير بيشنتس قدرنا انه نعرف انه والله هاي البيشنت عامله هيستيركتومي، ولما راجعنا الملف تبعها قدرنا نحصل رقمها، ورجعنا الملف تبعها كانت عن جد عامله هيستيركتومي. ف this is very interesting thing for you to see، وحلو انكم تشوفوا هاي الاشياء. يعني ovaries you will not be able to identify، بس at least اليوترس حتشوفوه نايم على البلدر بطريقه كثير حلوه، خاصه اذا شفتوا سيرجيكال سكشن. اوكي اوكي let's proceed now. ف بالميل راح نشوف، اذا شفنا على السيرجيكال سكشن حنشوف في عندي يوريتر سوري يورينري بلدر، وعلى طول وراها الريكتم، وفوقيها ممكن يكون السيجمويد. بينما دائما يعني إذا كانت healthy woman هنشوف اليوتر بلادر، وقدامها أو فوقيها اليوترس، على طول الشيد اليوترس، بعدين رح يكون وراها على طول الجازز والسول الموجود في الرقم. أوكي lastly هذه الصورة كتير بتحكي لي عن إشي أنا بشوفه في الـ في الـ في الاكسري في السيتي سوري. بالسيتي انتم بتشوفوا انه الكيدنيز بتكون تيشو دنسيتي، بعدين بالنص في شيء هايبودنس، لانه في شيء اسمه رينال ساينس اللي هو جزء من المدلة قبل ما يصير البلفس. الرينال ساينس هو هاي المنطقه، فرينال ساينس كونتينز فات. الفات احنا حسب ما اخذنا قبل انه الفات هايبودنس، يعني دنسيتي تبعته قريبه اقرب شيء للاير. فذس از واي الاقي شو دنسيتي حوالين البلفس، عم بشوف حوالين البلفس هايبودنسيتي. This is because I have fat in the renal sinus. تمام. Other relations will be further with further explained with time. Now you can take a rest قبل ما نبلش بالابدومن اكس راي. You can take a rest للساعة 9 إلا 10، هلا الساعة 9 إلا ربع، 9 إلا 10 إن شاء الله بالابدومن اكس راي. Does anyone have any question؟ عندي 4 دقائق هلأ فاضية، ففي حدا عنده أي question مثلاً بالسيرجري درس إشي، ومثلاً relations إشي معين، حدا عنده أي question regarding الأشياء اللي إحنا ناقشناها قبل ما تطلعوا؟ Now you can leave. Anyone does not have any question, you can leave freely. وارجعوا لإلا 10. في حدا عنده أي سؤال؟ مريم بس سؤال صغير لو سمحتي. مين عم بسأل؟ راما تفضلي. هلأ لما شرحت لنا أول إشي عن الأكيوت أبدومينال سيريز حكيتي استخدامات السوباين اكسري، بس اذا بتقدر تعديهم انه ايش الاشياء اللي بتبين. هلا نورمالي احنا الاشياء اللي بتبين في الاورجانوميجالي، الاورجانوميجالي لا يتاثر بالحركه كثير، يعني اذا في عندي ليفر ميجالي، عندي سبلينوميجالي، عندي مثلا اليوريري بلادر فيها انلارجمنت او اليوترس فيه انلارجمنت، بقدر اشوفه على السوباين بدون ما احتاج اصور المريض further things. فبالنسبه للكالسيفيكيشنز مثلا، الكالسيفيكيشنز اكيد ما حتتغير، بتغير تبع البوزيشن. فالسكاوت او السوباين بستعملها للابنورمال كالسيفيكيشنز، لا للاورجانوميجاليز مينلي. واذا في عندي ابنورمال يعني ابنورماليتيز ذات كان بي يعني ابنورماليتيز كان سي بالنورمال سوبين اكس، يعني اذا انا شايف اشي انا حاس انه غريب، انا بالغاز باتر، الغاز باتر مثلا ما حيبين اير فلويد ليفلز، لانه هذا مش يعني الاير فلويد ليفلز بدها انه تكون عامل ليرينج، هاي بتبين عندي لما البيشنت يوقف. فانا مثلا ممكن اشوف ديستندد باول، بس ما اعرف بالضبط انه والله هذا الكاليبر يعني تبع ديستنشن ايش سببه. لما اوقف البيشنت بشوف انه والله في عندي مثلا اير فلويد ليفلز بهاي المناطق. يعني ان جنرال بستطلع من السوباين اي شيء شايفه انا مش متعود عليه، بالاضافه للاورجانوميجاليز والكلاسيفيكيشنز، بعدين وذ فيرذر سيريز بقدر احكي والله انه ايش السبب غالبا، يعني اذا كان واضح، يعني اذا ما لجأت للسي تي واكتفيت بالاكس راي. تمام شكرا كثير. تمام في حدا عنده كمان اي اسئله؟ اوكي تمام.